فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم يدخل الرجل بالمرأة ثم طلقها فإنها تبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها فهل يلزمها أن تنكح زوجا غيره؟ إذا طلقها إيش؟ إذا لم يدخل بالمرأة ثم طلقها فإنها تبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها بعد ذلك فهل يلزمها قبل أن تنكح زوجا غيره؟ لا، ما يلزمها، هذا في التي وطئها ودخل بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.